المحبة تؤدي بنا إلى أن نناقش مبدعين مهمين في التطور. تجد في الأرض مليارات بل تريليونات من النباتات، أليس كذلك؟ والكائنات الصغيرة والكبيرة بألوان مختلفة، بسلوكيات مختلفة. هذا فقط في الأرض. ولو نصعد أكثر، أقصد المجموعة الشمسية ومجرة التبانة، وإذا نصعد أكثر بعد مجرة التبانة المجرات الأخرى، فنجد تريليونات وتريليونات وتريليونات من الحضارات ومن الكائنات بأشكال مختلفة وسلوكيات مختلفة. كيف تكونت هذه الكائنات؟ وكيف أصبح لهذه الكائنات سلوك؟ فهناك في مناقشات الذكاء الكوني ونظريات التطور مبدئين. النظرية الأولى تسمى نظرية التعقيد، والتي أنا شخصياً أفكاري وفلسفتي لا أتماشى معها، سوف نوضحها. نظرية التعقيد، أفكاري وفلسفتي وقناعاتي لا أمشي معها. نظرية التعقيد توضح هذه السلوكيات، سلوكيات الكائنات، ألوان الكائنات، أشكال الكائنات، حضارات الكائنات، كيف أتت، كيف تكونت. نظرية التعقيد تقول التالي: أن الكون يجرب بناءات بدائية، ومن البناءات البدائية تتكون بناءات أخرى، ومن البناءات الأخرى تتكون بناءات أخرى، ومن البناءات الأخرى الأخرى تتكون بناءات أخرى وأخرى وأخرى، لاحظ يدي، أخرى 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 أخرى. وبالتالي يصل الكون إلى حالة هناك تريليونات من الكائنات بأشكال وسلوكيات معقدة، وبسبب هذه الأشكال والسلوكيات والأعداد المعقدة أيضا تدفع بنفسها إلى تكوين أعداد وسلوكيات وألوان وأشكال أخرى. فتعقيد يولد تعقيد، أشكال تولد أشكال أخرى بكثرة. فهذه هي ملخص نظرية التعقيد، باللغة الإنجليزية تسمى Complexities Theory. Complexities Theory بمعنى لدينا هذين الشكلين، مربع مثلث، ودعونا نقول هذا هو، هذه هي الحضارة الأولى في الكون. من هذين الشكلين الله العقل الكوني يستنتج أشكال أخرى. يعني الله يطور نفسه، الله يطور وعيه، الله يطور ذكاؤه. فالكون أو الله ينتج لنا أشكال أخرى تكون مبنية على الشكلين السابقين. الله ينتج لنا أشكال أخرى مبنية
على الشكلين السابقين. فممكن يكون لدينا هذا المربع مثلا وهذا الشكل وهذا الشكل، فهذه نقول عليها الحضارة الثانية. بعدها نستمر، من الحضارة الثانية تبنى حضارات أخرى أكثر تعقيداً بالسلوكيات وبالأشكال، فيكون لنا مثلاً حضارات بكثافة بأعداد بسلوكيات بأشكال أخرى، فممكن تكون هكذا. عفوا، فهذه الحضارة الثالثة. تشاهدون الشكل شباب؟ رجاء تشاهدوا، ممكن ترسلون لنا مسج. فلو تجدون في البداية أن الحضارة الأولى كانت بدائية، لاحظوا الحضارة الأولى بدائية جدا، بعدها تكونت الحضارة الثانية اعتمادا على سلوكيات وأشكال الحضارة الأولى. عندما تسمع كلمة حضارة بمعنى كائنات، أكوان، كائنات، أكوان، سلوك الكائنات، نناقش نظرية التعقيد، كيف تكونت تريليونات من الكائنات، وكيف تكونت تريليونات وتريليونات من المجرات بأشكال مختلفة. فهذه نظرية التعقيد، Complexities Theory، أنه الله يبني من الحضارة الأولى، يستخلص الله الحضارة الثانية التي تصبح أكثر تعقيداً، ومن الحضارة الثانية الله يستنتج أو يستخلص الحضارة الثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة باستمرار. فالحضارة الأولى حضارة بدائية، ثم نجد الحضارة الأخرى الحضارة الثانية أصبحت أشكالها أكثر، لاحظوها، واضح؟ هذه الحضارة الثانية واضحة، ها؟ أليس كذلك؟ هذه، ثم تجد الحضارة الثالثة أكثر تعقيداً، ثم تأتينا الحضارة الرابعة والخامسة والعاشرة. كيف في نظرية التعقيد، هذا السؤال، كيف في نظرية التعقيد الله يبني وينتقل في البناء من الحضارة الأولى إلى الحضارة الثانية، كيف يحدث هذا؟ يحدث هذا إن في وعي الكائن خريطة التطور نفسها، ها؟
في وعي الكائن خريطة التطور نفسها. هذا المصطلح، في وعي الكائن خريطة التطور نفسها، يعني الكائن تعطى له خريطة التحرك، بحيث الكائن نفسه يقوم بتطوير نفسه إلى سلوكيات وأشكال أخرى. هل واضح شباب؟ أو هل واضحة نظرية التعقيد؟ لديكم سؤال حول نظرية التعقيد؟ في نظرية التعقيد البيانات، ما نزال في نظرية التعقيد، البيانات أو نقرأ من هنا، التعقيد يعتمد في بنائه للكائنات على أنه يقوم بتكوين كائنات جديدة اعتمادا على تصاميم الكائنات السابقة. التعقيد يعتمد في بنائه للكائنات على أنه يقوم بتكوين كائنات جديدة اعتمادا على تصاميم الكائنات السابقة. هذا الشق الأول في نظرية التعقيد، أو اعتمادا على نظرية الاحتمالية في أشكال الكائنات التي سوف تأتي في المستقبل. الشق الثاني، أو اعتمادا على نظرية الاحتمالية في أشكال الكائنات التي سوف تأتي في المستقبل، البيانات الموجودة في المستقبل. أوضح هذا؟ دعوني أوضح هذا. نرجع إلى نظرية التعقيد، نركز الآن على الحضارة الثانية، هذه نركز عليها، كلنا نركز عليها. كيف أتت الحضارة الثانية؟ أو كيف تكونت الحضارة الثانية؟ تكونت الحضارة الثانية من البيانات القديمة، من البيانات القديمة الموجودة في الحضارة الأولى، يعني من الماضي. هذا الشق الأول في نظرية التعقيد. ممكن أيضا، ممكن أيضا لاحظ أن الحضارة الثانية، الحضارة الثانية، رجاء أن ننتبه، ممكن أيضا أن الحضارة الثانية تبنى ليس من الماضي وإنما تبنى من المستقبل. بمعنى ممكن أن الله يبني الحضارة الثانية اعتمادا ليس على البيانات الموجودة في الماضي وإنما اعتمادا على الأشكال الموجودة في المستقبل. وممكن في الحضارة الثانية العقل الكوني يأخذ من المستقبل، يأخذ أشكال من المستقبل فتبنى الحضارة الثانية اعتمادا على البيانات الموجودة في المستقبل. هذه نظرية التعقيد، فيها شقين، ممكن البيانات في الحضارة الثانية تبنى، البيانات عندما تسمع كلمة بيانات بمعنى كائنات، سلوكيات، أشكال، حضارات. ففي نظرية التعقيد هناك شقين، ممكن أن الحضارة الثانية تبنى أما من الماضي، يعني من الحضارة الأولى، أو من الحضارة الثالثة،
أي من المستقبل. الآن أنا أسألكم سؤال، أين النقص أو أين عدم الوضوح في هذه النظرية؟ هذا سؤال لكم، ممكن تفكروا في هذا السؤال، أين النقص أو أين ممكن نقول التناقض أو عدم الوضوح في هذه النظرية بالنسبة للذكاء الكوني؟ هذا هو السؤال. السؤال هو أين النقص برأيكم أو التناقض في نظرية التعقيد؟ هذا هو السؤال. هل تستطيعون إجابتنا شباب؟ ننتظر ممكن أجوبتكم. شخص يسأل، ممكن تثبت أستاذ، ممكن تثبت السلايد ثواني المكتوب عليه حول نظرية التعقيد؟ الرسم قصدك؟ هذا الرسم؟ هل تقصدين هذا؟ لم أفهم. شخص يسأل، ممكن تثبت السلايد ثواني المكتوب على نظرية التعقيد؟ الكلام. طيب، نظرية التعقيد تقول التالي: إن بلايين من الكائنات المختلفة موجودة على الأرض بهذه الأشكال والحركات والسلوكيات، والسبب إن التعقيد نفسه، أنا هنا، أن التعقيد نفسه يقوم بالاستمرارية في أن يقوم بإنتاج التعقيد لكن بصورة أكثر تعقيدا، وهكذا تستمر العملية. التعقيد يعتمد في بنائه للكائنات على أنه يقوم بتكوين كائنات جديدة اعتمادا على تصاميم الكائنات السابقة، البيانات الموجودة في الماضي، أو اعتمادا كما وضحت، أو اعتماداً على نظرية الاحتمالية في، ننتبه هنا الآن إلى هذا المصطلح، في أشكال الكائنات التي لاحظ سوف تأتي في المستقبل، أي البيانات الموجودة في المستقبل. والاثنين لهم نفس التأثير. بمعنى ماذا أقصد والاثنين لهم نفس التأثير؟ ما هو القصد؟ بمعنى ممكن أن الله يبني من الماضي ومن المستقبل ومن
ممكن أن الله يبني من الماضي ومن المستقبل في نفس الوقت، بمعنى ممكن الله في نفس الوقت، دعونا نرجع للرسم هذا، ممكن أن الله أو العقل الكوني دعونا نركز مثلاً على الحضارة الثانية، فممكن الله في الحضارة الثانية لكي يبنيها فهو يأخذ من الماضي والمستقبل، بمعنى ممكن يأخذ من الماضي الحضارة البسيطة البدائية، وأيضاً ممكن يأخذ من الحضارة الأكثر تعقيداً الحضارة الثالثة، فتتكون لدينا، هذا ممكن أيضاً، يعني الحضارة الثانية تتكون هذه الحضارة. يعني أنا، نحن ماذا قلنا؟ التعقيد يعتمد في بنائه للكائنات على أنه يقوم بتكوين كائنات جديدة اعتمادا على تصاميم الكائنات السابقة، أي البيانات الموجودة في الماضي، أو اعتمادا على نظرية الاحتمالية في أشكال الكائنات التي سوف تأتي في المستقبل، بمعنى البيانات الموجودة في المستقبل، والاثنين لهم نفس التأثير، بمعنى أيضا إضافة، ممكن أن الله يبني من الماضي ومن المستقبل في نفس الوقت. شخص يجيب على السؤال يقول لا يوجد ما يسمى نقص أو تعقيد، وإنما الكون يجد أشياء جديدة وممتدة ومكملة بعضها البعض، كل البيانات السابقة في الماضي لها اكتمال في المستقبل. يعني شخص أجاب على هذا السؤال الذي طرحناه، السؤال هو أين النقص برأيكم أو التناقض في نظرية التعقيد؟ أنا لا أوافق، أو ممكن أقول لا أوافق، يعني ممكن أقول لا أوافق جزئيا، لا أدعم هذه النظرية، لا أوافق جزئيا، أو لا أدعم هذه النظرية. أين النقص في هذه النظرية؟ النقص أن الإله يطور نفسه فيجرب باستمرار، وكأنه الكون مكان تجارب إلى الإله. فإذا الإله وجد نقص معين في حضارة معينة فيقوم ببناء الحضارة القادمة، بمعنى أن العقل الكوني عقل غير مكتمل في ذاته، ولهذا يحتاج أن يجرب البناءات. فهذا هو اعتراضي على هذه النظرية. فلماذا أنا أقول أنا لا أوافق، أو لا أوافق جزئيا على الأقل، أو لا أدعم هذه النظرية؟ السبب، الإله هنا في هذه النظرية، نظرية التعقيد، الإله يطور نفسه فيجرب باستمرار، وكأنه الكون مكان تجارب إلى الإله. فإذا الإله وجد نقص معين في حضارة معينة فيقوم ببناء الحضارة القادمة، بمعنى أن العقل الكوني عقل غير مكتمل في ذاته،
ولهذا يحتاج أن يجرب البناءات. هذا هو اعتراضي، أنا لا أوافق ولو جزئيا على هذه النظرية. النظرية الأخرى نظرية التعبير، والتي حقيقة أنا أعتمدها، نظرية التعبير. أن نظرية التعبير كالتالي: الخريطة الكونية بسبب الخريطة الكونية بسبب السعادة والمحبة الإلهية، فالخريطة الكونية مرة أخرى موجودة في عقل الله ذاتا، فهو يعبر عن ذاته، لأن ذات الله هي ذات السعادة والحب. بمعنى في نظرية التعبير أن كل شيء تجده هو في عقل الله أساسا، يعني الأشجار، أنت، البيوت، الشوارع، الأرض، الكائنات، كلها بيانات مكتملة في عقل الله، فنحن تعبير الله. لماذا موجودة هذه الاختلافات؟ لماذا موجودة المجرات الهائلة أعدادها أعداد هائلة؟ لماذا موجودة الأرض والنجوم والأقمار والكائنات كبيرة صغيرة بمختلف الأنواع؟ بسبب السعادة أو المحبة الكونية التي هي في فكر الله. في حين أن نظرية التعقيد، في نظرية التعقيد في نظرية التعقيد نقصت منه، في نظرية التعقيد نقصت منه في هذه النظرية، أو نقصت منها معنى الذات الإلهية. كأنه في نظرية التعقيد أن الإله لا يفهم أو ليس فيه معنى السعادة، يعني هو يكون الحضارة الأولى، ومن الحضارة الأولى تأتي الحضارة الثانية، ومن الحضارة الثانية تأتي الحضارة الثالثة، وإذا الحضارة الثالثة فيها تشويهات فتتكون الحضارة الرابعة، وإذا الحضارة الرابعة ما تزال غير مكتملة تأتي الحضارة الخامسة والسادسة والعاشرة. فهنا نقصت في هذه النظرية، نقصت منها الذات الإلهية، نقصت منها معنى السعادة، نقصت منها معاني السعادة، لأنها مبنية على عدم الاكتمال، لأنها مبنية على عدم الاكتمال، فلأن الحضارة الثانية غير مكتملة فالكون أسس الحضارة الثالثة، ولأن الحضارة الثالثة ما تزال غير مكتملة تتأسس الحضارة الرابعة، ولأن الحضارة الرابعة غير مكتملة تتأسس الحضارة الخامسة والسادسة وهكذا. Thank you.
في حين نظرية التعبير، نكررها، نظرية التعبير، الخريطة الكونية موجودة كلها بسبب السعادة والمحبة الإلهية، أكرر، بسبب السعادة والمحبة الإلهية، في الخريطة الكونية موجودة في عقل الله ذاتها. أكرر، أقول الخريطة الكونية بسبب دعونا في عقل الله ذاته. أكرر، أقول الخريطة الكونية بسبب السعادة والمحبة الإلهية، فالخريطة الكونية موجودة في عقل الله ذاته، فهو يعبر عن ذاته لأن ذات الله هي ذات السعادة والحب. يعني أنت تعبير الله، الأرض تعبير الله، هذه الأشياء حولنا تعبير الله. ممكن في نظرية التعبير يكون هناك توسع في البناء، لا يكون هناك انكماش. ممكن في نظرية التعبير يكون هناك دائما توسع في البناء، لا يكون هناك انكماش، في حين في نظرية التعقيد ممكن الكون ينكمش، بمعنى ممكن الكون يرجع من الحضارة الثالثة إلى الثانية، ومن الحضارة الثانية إلى الحضارة الأولى. يعني في نظرية التعقيد ممكن يكون ريفيرس، بالعكس، بمعنى ممكن أن الحضارة الثالثة تنتهي ويرجع الكون إلى الحضارة الثانية، عفوا، يرجع إلى الحضارة الثانية، وبعدها ممكن من الحضارة الثانية يرجع إلى الحضارة الأولى. ممكن يعني يكون هذه نظرية التعقيد. ممكن مزج النظريتين في نظرية واحدة، هذا ممكن أيضا. يعني ممكن الكون يكون فكر التعقيد والتعبير، هذا ممكن أيضا، ممكن مزج النظريتين في نظرية واحدة. فممكن الكون، عندما تسمعون كلمة الكون أقصد الله أو العقل الكوني، يكون أو يكون فكر التعقيد والتعبير. واضح؟ بغض النظر عن أي نظرية صحيحة، بغض النظر عن هذا، نسأل السؤال التالي: ما هي الغاية من الوجود، من ما هي الغاية من الوجود من التعددية في الأعداد الهائلة من الأكوان والكائنات والسلوكيات؟ هذا تفسيري أنا من أجل السعادة
والمحبة فقط. أنا لا أجد تفسير آخر، أنا لا أجد تفسير آخر بمعنى عندما تجد الطير يحلق، فهذا ما هو المعنى فيه؟ بمعنى السعادة. عندما تنهض صباحا بمعنى السعادة والمحبة. عندما تتناول طعام معين بمعنى السعادة والمحبة. عندما تدرس بمعنى السعادة والمحبة. عندما الأرض تدور حول الشمس بمعنى السعادة والمحبة. عندما تجد قبائل متنوعة، أصناف متنوعة، سلوكيات متنوعة بمعنى السعادة والمحبة. أنا لا أجد تفسير آخر أبداً، لا أجد. بمعنى أن الحقيقة المطلقة في السعادة ذاتها، في السعادة ذاتها، في المحبة ذاتها فقط، ليس هناك شيء آخر، ليس هناك شيء آخر. فدعونا نعلن سعادتنا ومحبتنا وفرحنا لكل شيء، لكل شيء في الكون. فدعونا مرة أخرى أكرر أقول، نعلن سعادتنا ومحبتنا المطلقة لكل شيء، فنقول نعيش السعادة الأبدية، نشعر بالسعادة الأبدية، حياتنا حياة السعادة الأبدية، كوننا كون السعادة الأبدية، وكل الكائنات في الكون وكل الحضارات في الأكوان كلها نعلن أنها تعيش السعادة والفرح، وأننا مع هذه الكائنات ومع الله، نتطور أكثر وأكثر وأكثر أن نعيش محبة أكثر وأكثر وأكثر، ونعلن محبتنا لأنفسنا. فقول هذا، أعلن محبتي الغير المحدودة لنفسي، هذا مهم، وأعلن المحبة الغير المحدودة لذاتي ولشخصيتي ولأفكاري ولظروفي ولحالي. ففقط في المحبة، ليس هناك تفسير آخر لحياتنا، ليس هناك تفسير آخر لحياة الكون، ليس هناك تفسير آخر لعقل الله، لذات الله، لماذا نحن موجودين هنا، ما هي الغاية من وجودنا؟ فقط في المحبة. إذن تجدون أن المحبة هي فكر، هي دراسة، هي فهم، هي مشاعر، هي أحاسيس، هي كل شيء، هي الله، هي الحياة. طبيعتك أنت الله، طبيعتك أنت الحياة، بمعنى طبيعتك أنت المحبة ذاتها. كل شيء حولك الآن شاهده، شاهد كل شيء، يعني الأشياء التي حولك شاهدها واشعر بالمحبة لها، باركها. فقط نأخذ سكون، يعني جلسة سكون، ونرى الأشياء حولنا حتى ولو لثواني. الأشياء حولنا نقول نراها ونشعر بمحبتها، لأنها تعبير الله. ومن هو الله؟ الله هو المحبة. فنأخذ سكون الآن، يعني ندخل في حالة السكون، نعيش محبة إلى الأشياء التي حولنا. Thank you.
كل الأشكال وكل الألوان وكل الحركات عبارة عن محبة، وكل الظروف عبارة عن محبة، وكل الكلام عبارة عن محبة، كل الموسيقى عبارة عن محبة، كل البحار، الأشجار، الجبال، الأرض، النجوم، كلها محبة لأنها تعبير الله. أنت أخي وأختي تعبير الله، أنت المحبة الغير محدود، فيك المحبة، حولك المحبة، تعيش محبة أبدية باستمرار. هذه هي حقيقتك، حقيقتك أنت المحبة الأبدية التي أبداً أبداً لا تنتهي. موجودنا بعد التسجيل. أشكركم أخواني وأخواتي على متابعتكم هذه الحلقة. أصلي من أجلكم، الرب يبارككم والرب يحميكم والرب يملأكم بالحب أكثر وأكثر وأكثر، الرب يملأكم بالسعادة أكثر وأكثر وأكثر، تعيشون ممتلئين بالحب الإلهي والسعادة الإلهية. أراكم في الحلقات القادمة. أخوكم شون روبي.